الله صوتك جميل يا عم شعبان. الله يخليك. صوتك انت بتشارك مصر في كل احداثها والوطن العربي، في اي حدث بيحصل في الوطن العربي انت بتشارك فيه باغنيه من اسلام خليل. وبتبقى فكرتك وفكره اسلام خليل، يعني معاشرنا كده ابديت مع بعضينا كده. الحمد لله. فعاصفه الحزم اللي حصلت ديت والحرب على اليمن، بتحضر لها حاجه فعلا؟ عاصفه الحزم؟ اه. يعني ايه دي؟ ما تعرف؟ حرب بتاعت اليمن. الحرب اليمن. انت يمن؟ والله قريتها خبر. اصل انت انت ما تعرفش ان في حرب في اليمن؟ عارف ان في حرب في اليمن بس مش عارف حزم الحزم ايه؟ يعني والله ما تعرف عاصمة الحزم؟ عاصمة الحزم؟ عاصمة الحزم دي تقع، عاصمة الحزم دي تقع في أي بلد؟ يا نهار أبيض. في اليمن. أنت ما عندكش، يعني أنت ما عندكش فكرة إن في حرب في اليمن دلوقتي؟ عارف إن في حرب في اليمن. أه طيب أنت يعني أنت بالنسبة للسياسة والحركات دي، أنت عندك فكرة ليه الحرب حصلت أو ما؟ في حرب في اليمن. لا اللي بيفهمها يعني لما بتحب تفهم سياسة، بتحب تفهم من مين؟ بتفرج على التلفزيون. أه من مين؟ مين بقى اللي بيقدر يوصل لك المعلومة ببساطة كده؟ وانت بترتبها في دماغك وتعرف بقى اذا كان اللي هو اسمه احمد مسلماني؟ لا احمد احمد هي فوازير يا عمنا ما تقول لي. طب اقول لك اربع كلمات. مين؟ احمد. احمد بقى وخلاص. المهم بتفهم في السياسه يعني يعني بتتراضى يعني. هيجننا يا عم شعبان. يعني انت ما انت ده انت في كل حاجه بتغني يا عم شعبان، يعني يحصل داعش تغني لهم، يحصل مش عارف ايه في الغنى ده انا بتقول رايك كده بصراحه. انما الحذف اللي انت قلت لها دي مش عارف لسه ما عملتلهاش حاجه. لسه ما اتكلمتش انت واسلام فيها في اي حاجه؟ اسلام تلاقي عنده فكره على حرب اليمن؟ لا عملنا اغنيه والله عم احمد بس برضه انا مش فاكرها. يعني ليه بس انت عملتها وسجلتها يعني؟ اي حاجه بتنزل لازم على طول في مشامه، على طول في مشامه كده من اول. بتحس انك انت عايز تقول حاجه للناس فبتعبر يعني ايه بيها. الناس اللي عايزه تقول ومش قادره تقول فانا بقول بدلهم. طبعا انت عامل قصه حياتك الف يعني قول وطعميه قول. انا طول الليل على كده بقى، انا طول الليل قول وطعميه يعني مثلا قول علينا بكره. قول علينا بكره برضه حلوه ماشي. خلي اللي يقول يقول وخلي اللي يقول يقول. انا مش عارف اعمل ايه يا جماعه.